بنت بنتك وفاش كنتي معايا في سميتو في نكبوك ناموسيه ما كنتش مع بنتك شكون معايا وليت الاخت دابا وهادشي اللي في كرشي اش من كرشي كيهضريني شنو تيش كتناش تخرف الخاوي سامكم خوت ماما سكون بخير خير دري بغيت تيستي شوف تيستي بغيت نتيستي واحد الشخص اللي هو الاستاذ ديالي ومعاه انا في علاقه الاستاذ ديالك واش مزوجه به ولا لا ما مزوجاش به ما امكم في انا وياه وصدمه قويه حامله حامله منه واش شغل انت انا عندي باك باك واش هاد العام الباك نجحتي بعدا نجحت كان وعدني نجح ويتزوج بيا نجحتي بعدا نجحت الحمد لله هي اهم حاجه بانك نجحتي والله بعدا نجحتي نشوفو ان شاء الله واش يجيك سميتك السلام عليكم وعليكم السلام شكون معايا كي داير بخير الحمد لله الله يحفظك احنا واحد السوبر ماركت في قنيطره ديال لي كادو اليوم جات عندنا واحد السيده تقدرت لك واحد الكادو تبغى تصيفطهم لك حنا تابعين لواحد الشركه ديال لي فريزو في كازا اييه ودابا هاد السيده هادي ربحات معنا اليوم جوج ديال 14 برو ماكس حيت الشركه ديالنا كل شهر تتربح خمسه ديال الناس كانت من المحظوظين وربحات جوج ديال 14 برو ماكس واحد ليك واحد ليها غير هي هاد السيده باش تكمل الربح خاصها تكون ديجا اون كوبل يعني ماشي سيليباتير وهي قالت لينا دايره معاك واحد العلاقه والا كان ممكن تعطينا غير السميه ديالها الا كانت هي اللي معنا فري اليوم تربحوا بجوج ان شاء الله اخويا اخويا اش من هاد السيده ندير معها علاقه انا مجوجه شريف انا اخويا انا مجوج انت تقول لي علاقه مع علاقه مزوج واخا واحد دقيقه اختي واش كنتي عارفه مزوج ما كنتش عارفه راه مزوج اي تهضر معاك السيده ياك اسماعيل وانا شكون معايا وليت الاخت دابا وهادشي اللي في كرشي اش من كرشي كيهضريني شنو تيش كتناش تخرف الخاوي ويك وهاتيني قلتي ليا والله ما نخليك وانتي ديالي ويسالي غير شي ناخذك اشوفي انا هذاك الكاب الناس ما شكون ما بعدا شكون هنايا باش وسلمى سلمى شكون سلمى انا كنقرا عندك اسماعيل مالك ابا ما تقولش نسيتي كل شيء اشوفي الله يرضيك دابا انت ما انا عندي شهر اسماعيل عندي شهر بنتي ليا صوتك باقي صغير تيقال لك بنتي الله يرضيك دابا وليت قد بنتك وفاش كنتي معايا في سميتو في نكبوك ناموسيه ما كنتش مع بنتك الله يرضيك الله يرضيك والله ما نسمع لك اسماعيل واق الله شو مالك دارني اختك الله يهديك الوالدين واش هاد الهضره عارفه اش تخرجي من فمك ولا عارفه كلشي اسماعيل والله تا عارفه كلشي عارفك ما بغيتش نتشوه وهاد الهضره الناس راه كيمشيو ليها الحبس الشريف نمشي معاك الحبس ماشي مشكل انت بويا سميت انت عارفني ما كنت بنت وكنت بنت دارنا انت اللي صريت عليا كلشي عارفك اسماعيل اسير بنتي الله يرضي عليك واش دابا وليت بنتك شوف والله ما نسمع لك اشوف مالك اش ديروا بنات الناس بحال هكدا علاش الله يرضي عليك واش انا نجي ونهضر الله يرضي عليك يلا السلام عليكم اختي شنو تقول لهم الو قطع اختي شتي كلشي لعيني هذا هو السماع شحال مني بدات المدرسة تال دابا تقريبا عام عام شنو تقولي لهم نهضر ما نسمعش حقي وهادشي اللي فكرت ما نحيدوش ما نقدرش عام كامل وانت وياه وهي ما انت ما كنتيش عارفه مزوج ما كنتش عارفه مزوج وقال لي يلاه عندي 32 عام وتيقول لي ناخذك والله ما تخصك معايا شي خير واللي بغيتها كان كيجيبها ليا قال لي تنجحي ونجحت جات في الباك تقطعت عليه لي غير 3 شهور نمشي نقلب راسي كنلقى راسي عندي شهر حامله شتي شنو ديك الساعات ما قلتش قلت حتى نفاجئو دابا وانا غير الصباح هضرت معاه قال لي ناخذك كان كيوهمك هو بهاد الهضره كان تيقول لي غنزوج بك وعمرو ما قال لي راني مزواج ولا ماشي ما عمرك شتي مرتو ولا عرفتي مرتو خاتم شي حاجه بحال هكا لا مع عمر القاسم ما كانش كيجي داير الخاتم كيجيش داير الخاتم ما كانش كيجي داير الخاتم كان كيهضر مع بنات وحدين اخرين زعما ولا غير معاك لا لا حتى راني في القاسم انا براسي وما هضرش معايا في القاسم حتى البرات يهضر حتى البرات هضر معايا
شو كتلاقاو ديما؟ كنا كنتلاقاو ديما، عندي تصاوري انا وياه. تصاورتم شي واحد؟ عندي تصاوري انا وياه، اللي تيقول لي يا بنتي الله يرضي عليك هادشي كذا خلاه. رسالة للبنات، ردوا بالكم اخوتي، هادشي هذا راه ولا تيخلع، واللي بغيت تزعوا الكومنتات اخوتي العزاء، شكرا لكم، تهلاو لينا فراسكم.